يعني بدك تطلقني وتتجوزها لسعاد؟ والله هيك اختك بدها. طبيعي حبيبتي، لازم المي ترجع لمجاريها. شاكر كان بيحبني من الاول وبده ياني الي انا. انتي فتي على الخط واخدتي مني لاني انا هربت، اما هلا شحني رجعت بقى لازم يعني يرجع لي الي. مصيبه يا امو مصيبه، سعاد ماله بغرفتها وفستان العرس لساته على السرينه والملايه والغراض مو بالغرفه، يعني سعاد هربانه يا امو. لك شو عم تحكي انتي؟ قولي على هالفضيحه اللي لها اول وما لها اخر. كله منك طول الوقت، وهي عم تقول لك ما بدها يا ما بدها يا، وانتي كان كل همك المصاري، شو في هلا النتيجه؟ خرازي هلا انتي خليني اعرف فكر. انتي اللي حتنقذينا من هالورطه. اسمعيني شو بدي اقول لك وبتنفذي بالحرف الواحد، ولا تخافي ولا تترددي. ولك دلعي من وشي يا غشاشين انت وامك. ولك انا ما كان بدي اياكي، ولك انا دفعت مهر غالي كثير كرمال سعاد مو كرمالك انت. ومين قال لك اني انا مبسوطه بهذا الشيء؟ بس ما كان عندي حل تاني حتى داري على الفضيحة. هي فضيحة؟ ليش؟ ليش سعاد هربت؟ سعاد هربت، هربت منك لأن ما عاد بدها اياك وما بدها هالجوازة كلها، وكانت طول الوقت عم تزن على أمي إنه ما بدها اياك، بس أمي ما كانت ترد. وليك هي النتيجة، أنا هون لأن ما عندي حل تاني مشان ما ننفضح قدام الناس. يعني أنت ضحيتي بحالك كرمال أختك وأمك. سعاد ما كان بدها يعني؟ لا ما بدها اياك. وانتي بدك يعني؟ انا مو فارق معي، المهم ما ننفضح بالحاره. بتعرفي ولك يا عبير، بالبدايه سحرني جمال اختك سعاد، وقلت بدي جيبها لو شو ما كلفتني القصة. انغريت، جمالها دلع بغنجة، قلت لحالي بدي احط اللي فوقي واللي تحتي مشان تكون مرتي. بس لما جيتي انتي شفت قلبك الابيض ودريت بالتضحية اللي عملتيها كرمال أمك وأختك، كبرتي بعيني، كبرتي بعيني وسكرتي على كل نسوان هالأرض، وحياة عيونك ما عاد شوف، ما عاد شوف ولا مرة بهالدنيا غيرك. بعدين طلعي على حالتي قبل بسنة، كيف كنت وكيف صرت. الله يجبر بخاطرك يا حبيبتي. وأنا كمان بالأول تجوزتك لحتى صلح غلطة لأختي، وشوي شوي لقيت حالي عم صلح أغلاطك أنت كمان، تحديت حالي وقدرت، وهلأ أنت صرت حبيبي وروحي وتاج راسي. لك الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك يا رب. ويخلي لي إياك. كيف هيك انت بتختفي يوم عرسك؟ بتتركينا انا واختك بلسانات العالم اللي ما بترحم؟ لو ما عرفت انك انت سافرتي لعند اخوك حازم كانت الناس اكلت وشنا. قلت لك الف مره ما بدي اياه، انت اصريتي وانا ما بساوي شيء انا ما بدي اياه. امي بعدين عرفت انك زوجتي لعبير.
يا حرام عليكي بس يا امي، شو عملتي بالبنت؟ كيف قضيتي عليها هيك؟ ومين قال لك هالحكي؟ اختك عايشه احلى عيشه، قدرت تتغير لجوزها وعملته مثل الخاتم باصبعتها، التزم ببيته وبشغله ومعيشها عيشة الاميرات. وكله ليش؟ لانه راحت لعنده بنيه صافيه مشان تخلصنا من فضيحتك اللي عملتيها فينا. الله يسود وشك. قلتي لي معيشها مثل الاميرات؟ يا رب البيت لك احتميت. لا اله الا الله. كيفك يا معلم شاكر؟ سعاد، شو امتى جيتي من عند اخوكي؟ والله عبير رح تنبسط بشوفتك هلا. شيلنا هلا من سيرة عبير. عرفت انك عملت العمايل وقت هربت منه. انا؟ مين قال لك هذا الكلام؟ بعدين هذا الموضوع نسيته من زمان. نسيته؟ انت ما بتقدر تنساني، لانك كنت بتحبني كثير وبدك اياني. والله اختك عبير مو بس نستني اياه، نستني اياه ونستني اياكي ونستني نسوان الارض كلياتهم. بس انا بدي الزمن يرجع لورا، بدي يكون انا بدال عبير. بعدين كل هاد عملته الست عبير، كيف لو انا كنت بدالها شو كنت قدرت اعمل فيه؟ ايه شو علي؟ منرجع الزمن لورا، بس برايي هلا تفوتي لعنا على البيت وتسلمي على اختك وبعدين منتفاهم. ماشي ماشي ماشي. شرفي يعني بدك تطلقني وتتجوزها لسعاد؟ والله هيك اختك بدها. طبيعي حبيبتي، لازم المي ترجع لمجاريها. شاكر كان بيحبني من الاول وبده ياني الي انا. انتي فتي على الخط واخدتي مني لاني انا هربت، اما هلا شحني رجعت بقى لازم يعني يرجع لي الي. بس في شي نسيتيه يا سعاد، انت لما هربتي ما فكرتي غير بحالك، واختك لما تجوزتني فكرت بالكل الا بحالها، كانت خايفه على شرف عيلتكم، كانت خايفه على الكل من الفضيحه. انت اللي فتي على الخط، انا مستحيل خونة لاختك لانه نحن منحب بعض. بس انت شو، انا لولا اختك ما كنت توازنت، ما كنت شفتيني هيك. انا صرت رجال بحق وحقيق من ورا هاي المرأة. بس انت شو، انت من ورا غرورك وكبر راسك ظنيتي انه كل شيء بيجي لتحت رجليكي، مشان هيك اجيتي لعندي وطلبتي مني اني طلق اختك ونجوزك انتي. ولك يا عيب الشوم عليكي، يا عيب الشوم شو طلعتي واطية وحقيرة. كل مرة عم انصدم فيكي صدمة اكبر من اللي قبلها. نلعي من بيتي وراها عادة تورجيلي وشك.